مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف ما كتعرفوا تزامنا مع الله يحفظك، درنا تزامنا مع ارتفاع في أثمنة ديال اللحوم الحمراء. جينا للسوق ديال البلدية ديال ضرب سلطان باش نعرفوا السبب ديال الارتفاع ثمن اللحم، الاسباب ديالو علاش ارتفاع، علاش اللي كنشوفو ثمن مرتفع بزاف يعني على غير العادة. نشوفو كيفاش شنو الاسباب ديال الارتفاع ديالو. السلام عليكم. سلام خويا. بغينا نعرفو اشمنة ديال الحمش حروات. اتمنى خويا دابا الكفتة دايره 120 درهم، كوطليط 150، خطبان 150، كبدة 160، الحم بقري 110 درهم. 110 درهم دابا. كاين اللي كيقول لك 140 درهم. لا 110 درهم الحم، كله واش الحساب. المهم 120 درهم، والغلمي كاينه 140 درهم. الغلمي 140 درهم الغلمي. شنو هو السبب ديال الغلاء اخويا؟ واش نقول لك اخويا، السلعة قليلة، والألف راك عارف الألف غالي. والله هذه هي الحياة وليلها لا مدرسة. هذا هو السبب مباشر. ضروري. حيت الألف غالي. راه الألف غالي. الف غالي، علاش دابا البهيم غاليه وحتى البهيم قلت هنا في البلاد قلت. يعني البهيم قليله. قليله. هذا السلعه الكسيبه دابا بنادم كساب ضعيف مسكين راه ما بقاش يكسب. يلاه مع الوقت. عنده ما يدير. كاع اللي كانت عنده جوج بهيم ولا ثلاث بهيم راه كلهم باعوا. عنده ما غيوكلهم. تقارضوا تما مساكن، ما كاينش العوين، ما كاينش اللي غيعاونهم، راه ما كاينش. الفلاح الضعيف راه مشى صافي سالا. هذاك اللي لاباس راه داير شي حاجه. يعني كتشوف ان الفلاح حتى هو هو الفلاح مقهور بالسيف، راه مقهور مسكين، اش غيدير؟ ملي تولى العلف غالي والثمن غالي كي غيدير؟ اش غيوكل؟ ما غيوكل ما حالتو البهيم، ما حالتو الكسيبه، ما بزاف هادشي بزاف، صعيب الحال، ولا صعيب والشتا ما صعباش، وقتها هي صعابت ما مسكين الدرويش راه الله غادي مع قد الحال. عندهم كيجي عندك المواطن وكتقول ليه الثمن؟ يقول لك غالي اخويا هادشي، غالي هادشي، غليتو علينا بزاف. نقول اخويا راه الشيء اللي عطى الله، راه بنادم ما عندنا ما نديرو. هذا الشيء راه كيقول لك بنادم انتم اللي مغلين، وراه ما شافش السلعه راه غاليه من بلاصتها غاليه. دابا راه الهبره كتقام عليك 100 درهم، شحال غتبيعها؟ شحال غادي تبيعها 100 درهم باش كتقام عليك؟ شحال غتبيعها؟ ما بعتهاش واحد 110 ولا 120 ما عندك ربح. القصور وراه خاسر، راه حنا غاديين بليله يلاه محمد رسول الله وصافي الله يصوم. وشويه وصافي الوقت راه ضعفت شويه، واخا هكاك ما بقاش داكشي اللي تعرف. لا ما بقاش داكشي اللي كتعرف، راه ما بقاش. موقع ديال الحمل. لا ما بقاش داكشي اللي كتعرف، راه ما بقاش. السلعه غلات والناس الدراويش تاهما تمحنوا، راه محنين بنادم، راه محن هذاك صعب، محن البشر، البشر لا اله الا الله محمد رسول الله. غادي بسطانطير، حتى راه الدجاج دابا راه بصبح ب 560، كي غايدير الدرويش مسكين، يجي في الروج، عنده 4000 ولا 5000 غيوكلهم. الوقت راه صعاب انت صاحبي، نكذب عليك. كلشي غالي، كلشي غالي. مواطن واكل العصا، راه الصبر وصبر، والله الا بنادم راه صابر، اللي عنده ربعة الناس خمسة الناس في المحل، اش غيوكلهم؟ في الروجة اش غيدير لي؟ في الروجة تقام لي بواحد 70 درهم ولا 80 درهم، هي القليلة، فرا بطاطا، فرا خيزو، فرا شلة من لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يصوبو صاحبي. شي رسالة واش غادي نقول لك؟ الله اللي كيشوف، الله اللي غادي يشوف، يعطينا الرحمة من عنده، ينزل شي بركة ديال الله تعالى إن شاء الله بالماء، أمطار تكون إن شاء الله. وقت الساعه غادي تكون الخير ان شاء الله في البلاد. هذا شويه الله يحفظك خويا، الله يحفظك خويا، انا مرحبا. شكرا. كيف ما سمعتم مشاهدي قناه شوف تيفي، هذا هو السبب ديال الارتفاع في اثمنه ديال اللحوم الحمراء. يعني راه ماشي من عند الجزار، يعني جايه تسلسل، يعني من عند اللي كي الكساب عند الذبيحه وسميتو العلف غالي وكل شيء غالي. وكنشوفوا ان المواطن الدرويش ما بقاش قاد انه ياخذ اللحم او الدجاج او الحوت، يعني كلنا كنشوفوا كاع المواد اللي كيتستهلك راه غاليه. السمك ولا داير 25 درهم،
الدجاج 28 درهم، يعني مواطن الدرويش مقهور مسكين. المعيشة غالية بزاف. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، كنتمنوا من المسؤولين أنهم يرحموا شوية المواطن الدرويش. كاين اللي ما كيستطاعش شي يدي نص كيلو ديال اللحم، كاين اللي ما كيقدرش يدي نص كيلو، حتى عنده 5 الوليدات، عنده أسرة على قدة. الله يحسن العوان. يعني مشاهدي قناة شوف تيفي، كنكون وصلنا لنهاية هذا البث. تلاقوا في بث مباشر آخر. إلى اللقاء.